السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم متابعينا الأعزاء؟ فيديو اليوم راح أتحدث بيه عن سيارة الجي كلاس موديل 2014. هذه السيارة الألمانية راح أتكلم بشكل تفصيلي عنها، وراح أذكر تفاصيلها أيضا، مواصفاتها وسعرها أيضا راح أذكره في نهاية هذا الفيديو. لكن قبل لا نبدأ الفيديو، أتمنى تدعمون هذا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وخلنا نشوف بجد تستحق هذه السيارة عدد من اللايكات. ولا تنسون تضيفوني في حسابي الانستغرام، هذا هو أمامكم موجود بالوصف أسفل الفيديو. مواصفات السيارة: من الأمام عندنا أنوار LED مع كشافات الضباب، السيارة فيها فتحات للتبريد كبيرة، عندنا شعار برابوس مثل ما قلنا، السيارة معددة في شركة برابوس، حساسات أمامية مع كاميرا أمامية، والسيارة أيضا فيها رادار أمامي. السيارة من الخلف عندنا أنوار LED، عندنا حساسات أربعة خلفية مع كاميرا خلفية تحت السبير الاحتياطي، وعندنا مثل ما جاي تلاحظون شعار البرابوس من الخلف. إطارات السيارة متابعينا الأعزاء مثل ما جاي تشوفون كروم مقاس 22 إنج، وعندنا شعار برابوس مثل ما جاي تشاهدون، وعندنا فتحات تهوية تعطي أداء أفضل بالبريك، وعندنا دواسات السيارة مثل ما جاي تشوفون أيضا. مواصفات السيارة من داخل متابعينا الأعزاء، كشنات جديدة، تحكم فيها كهرباء، ماوس فيها السيارة أيضا، تحكم في الشاشة الوسطية العملاقة مثل ما جاي تشوفون، فتحات تكييف معروفة فيها المرسيدس، وعندنا الكاميرات الجانبية متابعينا الأعزاء، عندما نفتح الإشارة الجانبية اليسار أو اليمين تشتغل عندنا الكاميرات الجانبية. والآن راح أذكر لكم متابعينا الأعزاء في استعراض بسيط للسيارة، وراح أذكر لكم السعر في نهاية الفيديو. متابعينا الأعزاء، سعر السيارة طبعا في معارض سليمانية موجودة هذه السيارة، سعرها 88,000 دولار، أي 8 دفاتر و80 ورقي. في نهاية هذا الفيديو متابعينا الأعزاء، أتمنى تدعمون هذا الفيديو باللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. لا تنسون أيضا تضيفوني في حسابي الانستغرام، أتمنى أوصل فيه أكبر عدد من المتابعين. أنزل في هذا حسابي ستوريات متنوعة وموعد تنزيل هذه الفيديوهات، وأتمنى أيضا منكم تشتركون في القناة. إذا وصلنا 10,000 مشترك راح يكون هناك مفاجأة لكم إن شاء الله، وشكرا لكم على المتابعة.